هذه الصوره ماشي الهدف ديالي هو ان بقره كتاكل، وانما البقره كتستعمل اللسان ديالها في جر النبات، لان في واحد الجهه ما عرفتش واش لتحت ولا الفوق ما عندهاش سنان، يعني في لي دو مشوار عندها يلا سنان في جهه وحده، اذا ما عندها لا العمليه القضم ما كتخرج اللسان ديالها. رديتوا البال؟ لا. اجي اسمح لي، البقره الفك اللي ما عندهاش سنان لتحت ولا الفوق؟ الفوق. إيه؟ شتي كتستعمل اللسان ديالها لان ماشي ما كتقدمش، ماشي بحال المعيز بحال السفلي. شوف هذا سؤال، اما عرفتش. المهم انا عارف بان عندها غير واحد الجهه، كنظن الفوق. شتي في النص ولا في الكامل؟ الكامل نلقاه في الوقفيه. اييه عليه.